إذن الفيديو الثاني ديال المقارنة ديال الإنارة ما بين محور شرق غرب مع شارع محمد الخامس اللي تمت إعادة التهيئة ديالو، وحتى الإنارة ديالو راه تقدد فيه. غادي تشوفوا معايا الفرق، وغتشوفوا داكشي صوت وصورة، باش إن شاء الله مدينة أكادير تولي كلها فيها هاد الشوارع كبار وفيها هاد الإنارة في المستوى، إنارة جيدة. هاد الإنارة اللي كتضفي واحد نوع من الجمالية على المدينة، وكتساعد حتى السائقين، وكتخفف من حوادث السير. دابا غادي ندخلو. بسم الله. حنا دابا دخلنا لشارع محمد الخامس. شوفوا معايا هنا الإنارة كي دايرة، كاين فرق. شتو كاين فرق صراحة، تلاحظوا معايا الفرق. يعني هذا كله راه شارع محمد الخامس. الروم بوان كما كتعرفوا فاش كندوزو راه كندوزو على القصر الملكي. هذا القصر الملكي هذا ديال محمد الخامس، راه ماشي ديال الحسن الثاني. محمد الخامس اللي هو اول سلطان في المغرب كيحمل لقب ديال الملك، ان كما كتعرفوا بان العلويين كانوا دائما كيتسموا بسلاطين دي سلطان، بحال دابا محمد الخامس شد على باه مولاي يوسف اللي كان كيتسمى السلطان مولاي يوسف. مولاي يوسف شد المغرب، كان حاكم المغرب من 1912 1927 افون لوي كان مولاي عبد الحفيظ. مولاي عبد الحفيظ السلطان مولاي عبد الحفيظ 1907 جوبونس 1912، وفي العهد ديالو وديال مولاي عبد الحفيظ هو اللي تسنات المعاهده ديال الحمايه واللي تستعمر فيها المغرب لمدة 44 سنة. قبل منه كان مولاي عبد العزيز الأخ ديالو، قبل منه كان مولاي الحسن، المهم هذوك السلاطين كلهم راك تعرفوهم، محمد الرابع، حتى مولاي علي الشريف. مولاي علي الشريف هو الأول، غير هو مولاي علي الشريف ما كانش سميتو السلطان، كان عنده أنو طرنو. كان عنده يمكن شي سميه ديال بحال قلتي حاكم ديال تافيلالت. حتى التاريخ ديال العلويين راه باين، اللي ما يقرا عليه راه يقرا عليه. العلويين اللي حكموا المغرب من 1666 جوسكا بريزون. هذا هو شارع محمد الخامس كما كتشوفوا معايا. هنا راه كاين داك ماكدونالدز، وكاين صحراء وطيل، وكاين هذه دابا هي الحي السياحي. الحي السياحي دابا راه كيعرف واحد الرواج كبير، غير في سميتو في الصيف، ولكن في الاخر كيقول السبت والحد كيكونوا دوك لي كاباري عامرين. و الله ينجي بناتنا من دوك لي كاباري، هادشي اللي غادي نقول. الله يحفظهم من دوك لي كباري ما يوصلو، ماشي كلشي كيدخل في اطار السياحه الجنسيه، ونحن لسنا فخورين بها تماما. غادي نجي نصور لكم الموقع ديال هاد المسرح ديال اكادير الكبير، نجي نصورو لكم حتى هو. كاين ما يتصور هنا في السونتر ديال كاين ما يتصور. اذا هذا هو شارع محمد الخامس كما كتشوفوا معايا هنا، شارع اللي هو واسع. حركة دؤوبة لرجال الأمن، رجال السلطة، اللي كنشكروهم
على ما يقومون به رجال السلطة بجميع أنواعهم، رجال السلطة. يلا شد واحد، على بوليس يلا شد واحد دار شي مخالفة، شتي والناس خدامين كيعتقوش باقي بنادم، مكاينش ديك اللعبة ديال شكون نتا جاي تقيل المخالفة سير. المهم هادشي اللي كاين، رجال السلطة بجميع أنواعهم، الشرطة القضائية، الشرطة العلمية، مكافحة المخدرات، وخصوصا داك البسيج اللي هو البيرو سونترال دافيزيكاسيون جوديسير اللي مؤخرا قام بال شدو شي إرهابي، معرفتش مين شدو. أنا قريت الخبر ولكن ما رديتليش البال بزاف، قريت داك الخبر. دابا راه باقي في شارع محمد الخامس الخوت، شارع محمد الخامس ايش حال فيه. بالنسبه للشركه اللي كانت شاده باينه شكون هي، جد تائر هي اللي شدات هذا البروجي هذا. الاغاني هنا وومن ان تشين، اغنيه قديمه هذه ديال التسعينات، شي قهوه اللي تلقاها شي. يلا انا غادي نحبس هنا.